يا وسام. وصلت اللقاء. دائما هدف واحد في كل شبكة بين نادي الإفريقي و الكاميرون. مينتونغ رودريغيز ثم من خنشيل احمد. كرة جيدة عمر انيس جديد خنشيل احمد. تيسلم كرة ممتازة ولكن بعيدة شيئا ما. كانت فكرة جميلة لكن كرة بعيدة جوزت خط المرمى. النادي الإفريقي يشري لقب بين البطولة التونسية وكأس تونس. 9 مرات بطل تونس و11 مرة فاز بكأس تونس. هناك تماس بجانب من الجمهور الذي حضر هذه المقابلة. تبرمج شوف عدد أخرى على المركب الرياضي محمد خامس بن زايد البيضاء لمعاينة اللقاء الثاني. هذه فرصة لفائدة النادي الإفريقي وتدخل الحارس. كنت لقد جمع ائتلاف رجاء الوداد وفريق بينينيسيس البرتغالي. تمريرة جيدة. هناك خطأ، هناك خطأ ارتكبه بايغو بايغو بول لاعب فريق طوناريا وعندي انشط لاعب هو مسجل الهدف ديال التعادل في الدقيقة 15 بينما الهدف الاول سجل بواسطة محمد غلياني لفائدة النادي الافريقي التونسي في الدقيقة 7. نزل بشكل ملحوظ الايقاع ديال المقابلة. لفائدة النادي الإفريقي هذه فرصة سانحة لتسجيل مراوغة جميلة وتدخل الحارس. كرة ضائعة بالنسبة لمحمد غلياني. كان يلعب كرة مع زميله أحسن خصوصا أنه ما كانش وضعية ديال التسلل لأنه كان وراء محمد غلياني. لاحظوا الحل الفردي يكون مناسب في بعض الأحيان ولكن في الأحيان الأخرى يكون غير مناسب كما كان شأن منافذ العملية اللي ضاعت على فريق النادي الإفريقي. كان بإمكانه يسجل
37 دقيقة و40 أو 37 دقيقة فعلا و40 ثانية انطلاق المقابلة. دائما هدف واحد في كل شبكة. هناك تمس مدرب جاي ديابينغ. جميلة، فكرة ذكية، ولكن لاعب التونسي كان أسرع. بربوغي العروسي، هناك خطأ قاعد المقابلة نزل بشكل ملحوظ، قلت فرص تسجيل خلال ربع ساعة الأخيرة الشوط الأول. جيتو فوستو طالع منه عدد كبير من التمريرات تضيع بسرعة من الجانبين معا. كرة في العمق، أفضلية من أسبقية اللاعبين التونسيين، ولكن يتم استرجاع الكرة بطريقة جيدة. هذه فرصة لفائدة المنتخب أو النادي الإفريقي التونسي. هناك أخطاء عديدة على مستوى الدفاع، هذه فرصة ولكن تضيع الكرة. الجهة اليمنى مصدر خطورة النادي الإفريقي، تقريبا هذه الكرة رابعة. هناك ممر على مستوى الجهة اليمنى. حارس جويا اللي تمكن من تصدي لهذه الكره بطريقه جيده، ثاني نقد المرمى ديال الفريق ديالو من هدف نعتبره محقق. إذن تستأنف المقابلة حوالي 3 دقائق على نهاية الشوط الأول. دائما هدف واحد في كل شبكة. كانت هناك بعض التوقفات